أدان منتدى شباب العالم الأحداث في قطاع غزة معربا عن مدى الحزن لفقدان الآلاف من الأرواح البريئة جراء القصف العدواني للمنطقة. ونشد المنتدى كافة المنظمات الدولية للمطالبة بوقف الحصار وتسهيل دخول المساعدات لغزة، داعيا الجميع بتوجيه الأنظار على الاعتداء الأخير على المستشفى المعمداني. وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، شارك شباب المنتدى بالاعتصام عند معبر رفح حتى دخول المساعدات لقطاع غزة. Today, on behalf of the World Youth Forum, as we stand in front of the Rafah crossing, we raise our voices to condemn the bombardment of people in Gaza. As we mourn the loss of innocent lives, and we are saddened by the violence that has taken a toll on this region. It is also with great concern that we address the recent attack on the Baptist Hospital. Targeting such a vital healthcare facility not only violates international humanitarian law, but it also deprives the people of Gaza from very essential and much needed medical and health care facilities. In this desperate time of need and crisis, the people in Gaza are desperately awaiting the humanitarian assistance at the Rafah crossing to reach them. I urge the international community to facilitate and allow the access of all of the needed food, water, and medical healthcare essential needs and services to allow and to facilitate the assistance of our people in Gaza. On behalf of the World Youth Forum and youth from all around the world who support peace, we support President Abdel Fattah el-Sisi in his call and urge him and authorize him to urge the international community to do what is necessary to uphold the principles of human rights, especially the first human right, which is the basic right to life. The world must stand together to ensure the dignity and protection of every individual, regardless of their nationality. We call for an immediate ceasefire. Let us unite together as an international community. The world deserves a future where we stand for humanity. تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، شارك منتدى شباب العالم بالاعتصام الذي تم الإعلان عنه عند معبر رفح البري حتى دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأعربوا عن إدانتهم لما يحدث في قطاع غزة من حصار وقصف للمواطنين المدنيين مؤخرا، معربين عن كامل حزنهم على فقدان آلاف الأرواح البريئة جراء القصف العدواني للمنطقة، وداعين كل المسؤولين أو كل من له شأن بأن يسرع عملية دخول المساعدات وتسهيل وصولها للنازحين. احنا بقالنا عدة أيام منتظرين على مدخل رفح، عايزين نوصل المساعدات الإنسانية دي لأهلنا في غزة. طبعا أهلنا في غزة بيعانوا من حالة صعبة جدا، القصف المستمر أدى إلى انقطاع الكهرباء، المية، الأكل، المعونات اللي ليها علاقة بالأسيستنس، الميديكال أسيستنس أو المعونات الطبية ممنوعة عنهم. طبعا كمان القصف للمستشفى اللي لسه حاصل، كل ده بيؤدي إلى تضخم الأزمة وحجم الأزمة الإنسانية كبير جدا في غزة. الاعتصام شهد صلاة الغائب على روح الشهداء الفلسطينيين، وأعلن منتدى شباب العالم عن دعمه لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول، وهو الحق في الحياة. كل العالم دلوقتي بينادي بيها هو وقف إطلاق النار، وده شيء ضروري علشان يبقى فيه معبر آمن لوصول المساعدات لأهلنا في غزة. سيادة الرئيس وفخامة سيادة الرئيس بيطالب إن المجتمع الدولي يمكن ينظر لغزة وأهلها من نظرة إنسانية بحتة، إن إحنا دلوقتي لازم نحترم القواعد الأساسية لحقوق الإنسان. يمكن حقهم الأساسي هو الحق في الحياة، وحقهم الأساسي إن المساعدات دي لازم توصل لهم. فبالتالي احنا كلنا شغالين على قدم وساق ان احنا نوصل الحاجات دي، ونبقى في غيرها وغيرها ان شاء الله جاهز، وبس يعني تبقى في الاشاره، يبقى في الضوء الاخضر ان احنا نبدا ندخل الحاجات دي، وان شاء الله غيرها هيتوافد على المعبر. جنبا الى جنب يقف منتدى شباب العالم مع شقائنا في قطاع غزه، ويدعو كل الدول ان تعمل جنبا الى جنب لايجاد حل سلمي لتحقيق الراحه لاشقائنا بالقطاع.